السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا. معكم الطالب لطيفة هشام الغنام من مدارس الجامعة الأهلية بالخبر الصف الثاني ثانوي إدارة تعليم المنطقة الشرقية. طبعا أنا طالبة موهبة من زمان صدق، وموهبة لها فضل كبير علينا جميعا، فضل كبير علينا علي أنا شخصيا. أنا مع موهبة من تقريبا المرحلة الابتدائية، دلتني عليها الوالدة والوالد ما قصروا والله، دلوني على مؤسسة يعني فعلا تحتضن الموهوبين بشكل كبير جدا يعني، وتقدم مبادرات برامج مسابقات رائعة وتنمينا من جميع النواحي، سواء من الناحية العلمية الناحية الشخصية أو كجميع الناحية الاجتماعية برضو. فواحد من هذه المسابقات البارزة بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لكثير من زملائي هي الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023. مسابقة إبداع هي بشكل بسيط أن الطالب أو الطالبة يسوون بحث علمي دقيق في أحد المجالات العلمية وتشرحها أمام لجنة علمية متخصصة، اللجنة العلمية متخصصة بمجال البحث. طبعاً أنا مشروعي هو مشروع تصنيع مكثف فائق. هذا المكثف الفائق ممكن أنه يعمل على أساس أنه بطارية، وعلى أساس أنه مكثف فائق بجهاز واحد يعني الحالة بكفاءة عالية وفعالية وبرضو سعر منخفض. في مشكلة الحين تواجهنا، المشكلة عامة هي الاحتباس الحراري، فإحنا لو استخدمنا هذا الجهاز ممكن أن إحنا نخزن الطاقة في جهاز ذو كفاءة عالية قابل أنه يعني يبدل لنا كثير أشياء بجهاز واحد. فإحنا سويناه وأثبت كفاءته من خلال هذه الاختبارات اللي سويناها هنا، اختبارات جدا دقيقة اللي أنا سويتها شخصيا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM Labs، وسويت ممكن تسألون كيف سويت الاكسبيرمنت، يعني كانت اكسبيرمنت مره سهله، يعني النوفلتي حقتي كانت اكشلي في الاكسبيرمنتال ورك، يعني تو بي سبيسيفيك ات واز ان ذا ماتيريال اي ميد ويتش واز جرافين. سو اي سينثيسايزد جرافين يوزينج ا نوفل سنجل ستيب ميثود اوف ليزر ايريديشن تكنيك. فسويتها باستخدام طريقه سهله جدا باستخدام الليزر. فهذا ملخص بسيط عن البحث، وان شاء الله نحن نقدر نشوفه بتطبيقات كثيره في حياتنا اليوميه، حتى ممكن نحن نستخدمه في الساعات الذكيه في الجوالات، حتى اذا ممكن نستخدمه بشكل او نطاق كبير ممكن انه يصير حتى في الميديكال فيلد او في الجهه الطبيه، تكون ان نستخدمها في كثير الات هناك، وحتى ممكن نستخدمها في الاندستريال فيلد او البيئه الصناعيه في المصانع او الفاكتوريز والماشينز وكل شيء هناك. فان شاء الله انه يكون جهاز له مستقبل واعد بمساعدتكم جميعا.